تنمويا الآن يطالب قاطنو حي 542 مسكن بالمشرية بولاية عامة بضرورة تدخل السلطات المحلية لإيجاد حلول مستعجلة حول مشكل غياب الإنارة العمومية الذي تحول لخطر يهدد حياتهم بفعل تفشي الجرائم. التغطية لسيد علي مطماطي. هذا الحي يتوسط يعني محطة القطار ومحطة الحافلات، والناس مسافرين والناس اللي يقروا في الجامعة والناس راهم يمشوا من في الصباح بكري مع الشتاء كاين الظلمة. وكان عندنا بروبليم واحد اخر، هو عندنا ستة نتاع لي بلوك ما فيهمش لي كروس من 2010، درنا عليهم دوموند للمجلس الاول ولا المجلس الجوج والمجلس هذا الثالث، رانا يعني نتمنوا منه الخير، رانا كتبنا له وان شاء الله بحول الله رانا على ربي يشوف فينا. درك اللي باغي يخرج في الليل عنده بنت ولا البنت بنت ولا امراه ولا حاجه وباغي يمشي لبلاصه الكار ما يليق له يخاف، اللي ما كانش اللطو ما يمشيش اللي باش يمشي يركب ما يمشيش. كي تكون الظلمه في هذا الحي اولا ما تنجمش تمشي، ما تنجمش تطلق ولدك صغير، وما تنجمش اصلا انت كاع كبير وما تنجمش تخرج. هذا ماهوش حي صغير، هذا راه حي كبير وحي معروف. وحنا دي فوا العشاء وما شو الجامع صلوه، حنا كنا رانا معتمدين على الاناره تاع الصطاد اللي تضوي نص الجهه. اليوم حنا نطلبوا من المسائل خاصة سيد الوالي ورئيس المجلس الشعبي، حنا راه وعدنا المجلس الشعبي البلدي. ولكن نتمنوا في اسرع وقت. على بالك هنا شحال من واحد خونوا له بوست من اللوطو، كاين اللي هرسوا له زاجة، كاين اللي فرع، شحال لقى دخول الموت، شحال يزيك تبات نايض على لوطتك ماشي جاي، كاين اللي داو له البوست، كاين اللي داو له الكري، كاين اللي داو له دريجة كاع دريجة قلعوها. نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المشرية بولاية عامة أكد أن مصالحه قامت بعملية إحصائية للأحياء التي تعاني من انعدام أو تضرر للإنارة العمومية واتخذت قرارات بهذا الخصوص. سيد علي مطماطي ثانية. موضوع الإنارة، احنا البلدية قامت بعملية إحصاء الأحياء اللي متضررة يعني اللي فيها إنارة منعدمة ولا إنارة ضعيفة، وسجلنا عملية في هذا الخصوص، وسبق لنا كذلك وين تواصلنا مع رؤساء الأحياء بما فيهم حي 542 مسكن هذا، وفهمناهم يعني تبقى هذه الامور فقط اجراءات اداريه لا اكثر، يعني احنا طلبنا منهم مهله ماهيش ما قلنا ليش مهله طويله، ولا طلبنا لهم فهمناهم باللي هذه غير اجراءات، مجرد اجراءات اداريه ان شاء الله في القريب العاجل فيما يتعلق بخصوص هذه العمليه اللي هي تحسين الاناره العموميه.